يقول السائل: بعض الإخوان يقرؤون في كل علم مختصرة ثم يختصون في علم من العلوم، فهل هذه الطريقة صحيحة؟ تخصص هذا فيما بعد، هذا ما هو من أول الأمر. أول الأمر يقرأ مشترك من العلوم من كل فن بمختصر، فإذا صار عنده حصيلة من العلم وأراد أن يتخصص في فن من الفنون فله ذلك، بعدما يقطع مرحلة أو مراحل من طلب العلم ويتحصل على الفنون العلمية. نعم.